مشاهدينا، ريال مدريد الموسم الماضي سجل 56 هدفا في 18 مباراة، هذا الموسم سجل 36 هدفا في عدد المباريات ذاته. ماذا قال كريستيانو رونالدو بعد هذه المواجهة؟ حسنا، هذه هي كرة القدم، تفوز وتخسر، ولكن اليوم رأيت الفريق هادئا. نعم الأمور سيئة لأننا خسرنا ونحن متعودون على الفوز، ولكنني أرى الأشياء أنها سلسلة سيئة من النتائج، ولكن كرة القدم تتغير. لقد قال زين الدين زيدان أن في سنوات أخرى كانت أهداف تدخل ولم تدخل اليوم. نعم هو على حق، هي سلسلة من النتائج السيئة وبكل تأكيد سنغير الحال. هذا هو بداية الموسم وتبقى وقتا طويلا لكي نتحسن، وأنا مقتنع أننا سنتحسن. في هذا الجانب جمهور ريال مدريد سأل ماذا حدث؟ لم يحدث أي شيء، هي سلسلة سلبية من النتائج، ولكن يجب علينا أن نغير ويجب أن نعترف أننا لسنا على المستوى الذي نريده، ولكنني لا أرى الأشياء بهذا السوء ولا أرى الفريق يلعب بهذا السوء. يجب أن نكون واثقين. إذن هل هي مشكلة لعب أم مشكلة بدنية أم سلوك؟ دائما عندما تخسر الناس يبحثون عن الأشياء السلبية، ولكن أنا أتحدث وجها لوجه مع زملائي الفريق واثق، يعرفون أننا في وقت سيء. في بعض فترات المباراة ربما كنت تدفع بالجميع للأمام، هذا شيء طبيعي عندما تكون خاسرا. الأشياء لا تحدث كما تشتهي، ودائما تدفع الزملاء إلى أن كنا خاسرين بثلاثة للصفر، وأعتقد كان بإمكاننا أن نسجل. هم سجلوا الهدف الأول من تسلل، وفي جيرونا نفس الشيء، في الهدف الثاني كان من تسلل. هذه أشياء لا نتحكم فيها، وما نتحكم فيه هو سلوكنا وأن نقاتل، ولم ينقصنا هذا في جيرونا ولا اليوم. أنت ناضج وتقوم بتحليل ناضج، هذه هو واقع الأشياء، لا يجب أن نخفي هذه الأمور، ولكن الأمور هي في النهاية. أنا بحالة جيدة ستواصل لسنوات طويلة، لا نعرف ذلك، لدي 4 سنوات في عقدي وبكل تأكيد هذا كافي. إذا هل ستجدد العقد؟ أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام، لا أريد أن أجدد عقدي مرة أخرى أو أن تحسن الراتب. أنا في أفضل حال، لا أريد أي شيء آخر. شكرا.